أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر بعض المفسرين في القنوات الفضائية أن المقصود بالآيات الكبرى هي فاطمة رضي الله عنها. يقول: ذكر بعض المفسرين في القنوات الفضائية أن المقصود بالآيات الكبرى هي فاطمة رضي الله عنها، وكذلك قال عند قوله تعالى: المصباح في زجاجة، قال إن المقصود بها فاطمة رضي الله عنها، فما رأي سماحتكم؟ هذا تفسير الشيعة، وعندهم مضحكات أكثر من هذا، عندهم مضحكات أكثر من هذا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول هذه عائشة. يا ليتني كنت ترابا، يقول لا، يا ليتني كنت ترابيا، يعني تابع لعلي أبي تراب. وغير ذلك من المضحكات، تحريف كلام الله عز وجل. نعم.